وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. عباد الله، إن من أعظم الأمور بل ومن أعظم العبادات التي هي أصل العبادة والتي تبعث الإنسان على طاعة الله جل وعلا وتحركه إليها وتقويه وتثبته على ذلك محبة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله في الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله، قال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. عبادة الله سبحانه وتعالى بالمحبة، وهي محبة وميل في القلب مبعثه ومنشأه التعظيم لله، وأثره البعد عن النواهي وترك النواهي والإتيان لما أمر الله سبحانه وتعالى، بل والمسارعة إلى أوامر الله جل وعلا. ولذا إذا افتقر الإنسان إلى لذة في العبادة يؤدي الصلوات كأنها حركات ولا يجد لذلك لذة ولا يجد للعبادة طعما، فإنه يجب عليه أن يفتش في قلبه عن محبته لله، فإنها من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. والمحبة كما قال العلماء أقسام: القسم الأول وهو محبة الله، وهو التذلل والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذه لا تكون إلا لله، وهي عبادة من صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك بالله. ودليل العلماء في ذلك هذه الآيات من سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله. قال الإمام القرطبي رحمه الله بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الأدلة على وحدانيته: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخر الآيات، ذكر الله بعدها: ومن الناس. أي يتعجب الإنسان من بعض الناس، ومن الناس من يتخذ أندادا أي شركاء ونظراء لله يحب
يحبونهم كحب الله، يفزع إليهم ويحبهم محبة العبادة التي يظن فيها أنهم يراقبونه وأنهم يعلمون أحواله وأنهم يصرفون شؤونه وأنهم يغيثونه عند الشدائد والكرب، هذا جعل لله نداً وأشرك مع الله في هذه العبادة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله. قال العلماء يحبونهم كحب الله، أي أنهم يحبون هذه الأنداد كمحبتهم لله تبارك وتعالى. والذين آمنوا أشد حباً لله، لأن المؤمنين أحبوا الله وحده ولم يشركوا في هذه العبادة غير الله، فلم يكن حبهم مقسوماً بين الله وبين فلان، وإنما كان حبهم خالصاً لله، فكانت هذه المحبة خالصة وقوية، كما قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل، هل يستويان مثلاً؟ رجل يخدم في بيت واحد يرتب أموره ويصرف شؤون هذا البيت، ورجل فيه شركاء متشاكسون يريدون قضاء حوائجهم المختلفة في وقت واحد، وهم مع ذلك متشاكسون غير متفقين. فهؤلاء مثل من أحب مع الله غيره وشتت وصرف هذه العبادة لله ولغير الله. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من المشركين لحبهم آلهتهم. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا، أي الذين أشركوا، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، وأن هؤلاء الأنداد ليس لهم مع الله شيء، وأنهم لا يستحقون شيئا من العبادة، فمن السفه أن يتوجه إليهم الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا. وهذا يوم القيامة، وهذا من المشاهد التي تنبه الغافلين: لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال الذين استضعفوا، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى، أي عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم وعن طريق الحق، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وهذا للأسف الشديد منتشر، كثير من الناس يحبون عظماءهم ويحبون من يرونه قدوة في الدين أو في غير ذلك، يحبونه المحبة العمياء، فيمكن لهذا الشخص أن يحلف بالله كاذباً، ولكن لا يمكن أن يحلف بمعظمه وبشيخه وبهذا الإنسان، لا يمكن أن يحلف به كاذبا. وقد شاهدنا وسمعنا كثيرا في الجرائد، يأتي إنسان وقع في جريمة فيقال له: احلف بالله أنك ما فعلت كذا وكذا، فيحلف. وإذا قيل له احلف بقبر فلان أو بالولي الفلاني، يعترف بهذه الجريمة. قال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق
وكنتم عن آياته تستكبرون. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا. فإن يوم القيامة يوم شديد، وإن من حجة الله البالغة أن يبرئ أن يتبرأ هؤلاء المتبعون والمعظمون ممن اتبعهم وممن استغاث بهم وممن توكل عليهم وممن لجأ إليهم، فإن من العذاب أن يتبرأوا منه أحوج ما يكون هو إليهم يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي العلائق والمودات التي كانت في الدنيا تتقطع. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويفرح المؤمنون يومئذ بمحبتهم لله وبتعظيمهم لله، لأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لهذه العبادة العظيمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحدكم طعم الإيمان، أو قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وهذا هو القسم الثاني من أنواع المحبة، أن تحب ما يحبه الله، تحب المؤمنين، تحب الأنبياء والمرسلين، تحب العلماء، تحب من يحبه الله، وتحب ما يحبه الله. يحب الله الصبر، ويحب الله الصلاة، ويحب الله الطاعات، فتحبها لأن الله يحبها. ومن أنواع المحبة المحبة الطبيعية، كمحبة المأكل ومحبة الملبس والمشرب، فهذه لا إشكال فيها، بشرط ألا تحول بينك وبين طاعة الله. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا صرفت هذه المحبة الطبيعية المباحة عن طاعة الله صارت من المحرمات. ومن المحبة محبة الشفقة، أن تحب المريض وأن تحب الصغير. وكذلك هناك محبة تعظيم، غير أنها ليست من العبادة في شيء، وإنما هي محبة من قسم المحبة الطبيعية، وهي محبة الوالد ومحبة المعلم، يجله الإنسان ويعظمه، ولكن لا يجله ويعظمه كتعظيم الله. وإذا انضاف إلى هذه المحبة الطبيعية أن يقصد بها الإنسان التقرب إلى الله صارت من العبادات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. إذا أكل الإنسان ليتقوى على طاعة الله صار ذلك له عبادة. إذا أحب الإنسان أن يمتلك المال في يده لا في قلبه لينفق به في سبيل الله وليعف به نفسه وأولاده عن المسألة، فإن هذا من المحبة التي تصير عبادة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يهتم بهذه العبادة العظيمة، والتي لها أسباب تزيدها وتجعلها في قلب الإنسان محبة عظيمة،
ينتفع بها في دينه ودنياه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن مما يقوي محبة الله في قلب العبد أولاً قراءة القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. وقال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فكلما قرأ الإنسان في كتاب الله كلما ازدادت محبة الله تبارك وتعالى في قلبه، كلما تمعن وتدبر الإنسان في هذه الآيات العظيمة التي يعرف الله فيها عباده بقدره وبجلاله سبحانه وتعالى، كلما ازدادت محبة الله سبحانه وتعالى في قلب العبد. ومن الأسباب الجالبة لهذه المحبة معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وتعظيم الله تبارك وتعالى بها، ودعاء الله جل وعلا بهذه الأسماء، وأن يعلم الإنسان معانيها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء: وإحصاؤها هو معرفتها وحفظها إن تيسر، وأن يتعبد المرء بمقتضى هذه الأسماء والصفات. فإذا علم العبد أن الله هو رب الكون، وأن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاءه ويسمع مسألته، وإذا علم العبد أن الله تبارك وتعالى يعلم ما في قلبه، وإذا علم العبد أن الله جل وعلا يغفر ذنوبه ويستر عيوبه، وإذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو البر الرحيم، وأن الله تبارك وتعالى هو الرحمن الغفور، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحبب إلى العباد ويتقرب إليهم بنعمه، وأن الله سبحانه وتعالى يحوطهم ويكلأهم، وأن الله عز وجل يريد منهم أن يطهرهم وأن يرفع درجاتهم وأن يغفر خطيئاتهم. ما يريد الله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ويقول الله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تهتدون. فيريد الله سبحانه وتعالى بالعباد الرحمة ويريد بهم الخير. إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى خلق 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، ووضع في الأرض رحمة واحدة منها يتراحم الخلائق، حتى إن الفرس يرفع حافره عن ولده خشية أن يصيبه. إذا علم رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من التي كانت تبحث عن طفلها في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وجدته ألصقته ببطنها ثم أرضعته ثم قبلته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه ملقية بولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذا علم العبد ذلك من ربه تبارك وتعالى ازدادت محبته لله. إذا علم أن الله سبحانه وتعالى يشفيه من الأمراض، إذا علم أن الله سبحانه وتعالى يدرأ عنه المصائب والفتن التي لا يعلمها هو، لعلم أن الله عز وجل
ما يريد به إلا الخير، وما يريد به إلا أن يرده إلى مسكنه الأول الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى أن يدافع الإنسان معصية الله حينما يقوى داعي الهوى، فإن الله يحبه وإن الله يرفعه. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال، أي إلى الفاحشة، فقال: إني أخاف الله. فهذا ممن يحبه الله وممن يظله الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كذلك من الأسباب الجالبة لمحبة الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكذلك الإكثار من النوافل، وجاء في هذا الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن الله يوفقه فلا يسمع إلا ما يرضي الله، وكنت بصره الذي يبصر به فلا يبصر إلا ما يحبه الله من النظر إلى المصحف أو النظر إلى الحلال، ويده التي يبطش بها فلا يستعمل يده إلا في طاعة الله، ورجله التي يمشي بها ينتقل بها في الجهاد في سبيل الله، والجمع والجماعات وصلة الأرحام يستعملها في طاعة الله. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني أي لئن احتمى بي لأعيذنه. فهذا من الأسباب الجالبة لمحبة الله. وليس معنى هذا الحديث أن العبد إذا أحبه الله صار يسمع كسمع الله، فيسمع من دعاه ومن استغاث به في أقاصي الأرض، أو أنه يبصر ببصر الله فيرى من غاب عنه ولو كان في بلاد بعيدة. قال العلامة ابن حجر رحمه الله: وهذا إنما قالته الزنادقة، ما يقول به أحد من أهل الإسلام. كذلك من الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى التوبة، إن الله يحب التوابين والطهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإن الله يحب الصابرين، وإن الله يحب المحسنين، وإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولذلك عباد الله، علينا أن نأخذ بهذه الأسباب التي تزيد من محبة الله في قلوبنا، فيقبل الإنسان على طاعة الله ويجتنب معصية الله تبارك وتعالى. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وقلب مسرور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء، واجعلها آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.